صار مين بصدك قول لك بتصور كثير الساحه احط لك شي 5 طاريات احتياط جاي هذول بخاوبني بسم الله الرحمن الرحيم. نحن مكتب عطاء ريف حماة، نقوم الآن باستقبال أخواننا المهجرين من حي أحياء دمشق من حي برزة، ونقوم بتوزيع المواد الغذائية العاجلة على الواصلين في منطقة قلعة المضيق بريف حماة الغربي.